السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مراجعة جديدة من مراجعة الأحياء الصف الأول الثانوي. خلينا نبتدي الأول. الرابط أهو اللي عايز يعمل سكان الكي آر كود، الرابط ده اللي احنا هنشتغل منه الأسئلة، علشان برضو لو ما كملناش للآخر يبقى انتوا معاكم رابط كل التدريبات إن شاء الله تقدروا ترجعوا له. وبرضو هنزل لكم الرابط عندي هنا، بيقول لي يتكون جزيء الملحوظ من اتحاد ايه. طبعا هي أسئلة متنوعة، لأن احنا خلاص دي المراجعة دي والمراجعة الأخيرة الأسبوع الجاي إن شاء الله اللي هي ليلة الامتحان. فاحنا الأسئلة متنوعة على كل أجزاء المنهج بإذن الله. السؤال الأول هنا بيقول لي يتكون جزيء الملتوز من اتحاد إيه؟ هل جلوكوز وجلاكتوز، ولا جلوكوز وفركتوز، ولا جلوكوز وجلوكوز اللي هو 2 جزيء جلوكوز؟ السؤال الأول. يبقى الإجابة عندي هتبقى جلوكوز وجلوكوز. خلي بالك انت برضو مش معنى ان الامتحان جاي لك ورقي الترم ده الا ان انت لازم برضو تبقى متابع طريقة الحل باستخدام التابلت. لما بيجي لي السؤال بالمنظر ده، الاجابات اللي هي الدايرة دي، يبقى انا عندي اجابة واحدة فقط هي اللي صحيحة. طيب تعالى السؤال اللي بعده. سؤال رقم 2 بيقول لي الصيغة الجزيئية. انا علقت على حتة السؤال الاجابة واحدة اللي صح، لان في اسئلة هتعدي علينا هيبقى في عندك اكتر من اجابة صحيحة. السؤال هنا بيقول لي الصيغة الجزيئية التالية تمثل CH2O N. هل الصيغة دي الصيغة العامة للبيدات، ولا الأحماض النووية، ولا البروتين، ولا الكربوهيدرات؟ السؤال التاني. الصيغة الجزيئية اللي قدامي، هل هي بتمثل اللبيدات، ولا أحماض نووية، ولا بروتين، ولا كربوهيدرات؟ احنا كده في السؤال التالت. يبقى أنا عندي في السؤال التاني هنا ال CH2O N ده الصيغة الجزيئية أو الصيغة العامة للكربوهيدرات. احنا قلنا ان كربو هيدرات، كربو اللي هو الكربون، وهيدرات افتكرها بالميه اللي هي H2O، يبقى CH2ON اللي هو التكرارات، يبقى ده كده الصيغه الجزيئيه للكربوهيدرات. يبقى الاجابه الصحيحه عندي هي الكربوهيدرات. تمام. السؤال التالت بيقول لي في جزيء سكر الريبوز عدد ذرات الكربون، هل 5 ولا غير محدد ولا 10؟ لو انا قلت لك ان انا معايا جزيء واحد من سكر الريبوز، يبقى انا عندي كام ذرة كربون؟ ها، السؤال التالت. اقول لك لو عندي سكر ريبوز يبقى انا عندي كام كربونة؟ عشان كده احنا يا يوسف بننزل اللينك اللي هو الشورت لينك عشان تقدر تنقله. احنا متعودين ان انا عندي الشورت لينك اللي بينزل كلمة tinyurl.com/ دي متكررة، فانت بس يا دوب بتنقل بعديها اللي هي مثلا عندك هنا 46P4N26A، بس المقطع ده كده بتنقله مع tinyurl.com/ ده هيوديك على التدريب على طول او الامتحان اللي انت المفروض اللي احنا شغالين عليه دلوقتي ده. تمام. طيب يبقى انا عندي هنا في جزيء سكر الريبوز، ريبوز يعني خماسي، خلاص يبقى انا عندي هنا خماسي، يبقى في عندي كام ذرة كربون؟ يبقى انا عندي 5 ذرات. اوكي تعالى اللي بعد، سؤال 4. احنا اتفقنا ان انت عندك في جزء من الامتحان هيكون أسئلة مقالية، عايز أشوف الإجابة بتاعتكم على السؤال 4. بقول لك هنا ما تفسيرك لإضافة إنزيم البيبسين إلى قطعة لحم دون أن يؤثر عليها أو يحدث أي تغيير؟ يعني أنت عارف إن إنزيم البيبسين إنزيم اللي هو موجود في المعدة اللي هيشتغل معاك على البروتين، وإن هو هيبتدي يهضم قطعة اللحم. يبقى في الطبيعي المفروض إن أنا لما أحط إنزيم البيبسين على قطعة اللحم يبتدي يهضمها، يحولها إلى صورة أبسط. جميل. فانا بقول لك في تجربه قدامي حطيت انزيم البيبسين على قطعه اللحم، لكن لقيت ما حصلش اي تاثير او تغيير، ايه تفسيرك لده؟ سؤال رقم 4، عايزاك اكتب لي تفسيرك. انت شايف ازاي او شايف ليه الانزيم اللي هو البيبسين ما اثرش على قطعه اللحم؟ نيره قالت ان الانزيمات بتزيد سرعه التفاعل دون ان يتم استهلاكها، لكن هل هو ده التفسير؟ انا بقول هنا ان انا لما حطيت الانزيم قطعة اللحم ما اتغيرتش، أنا مش بقول إن الإنزيم ما اتغيرش، أنا بقول إن قطعة اللحم لا اتأثرت ولا اتغيرت. يبقى أنا هنا بسأل هو إيه اللي حصل؟ ليه الإنزيم ما أثرش على قطعة اللحم اللي موجودة؟ في ناس قالت إن الوسط غير مناسب، وكلمة الوسط غير مناسب شامل الاتنين اللي هما إيه؟ اللي هو الـ pH أو الأس الهيدروجيني أو الوسط الحامضي القاعدي ودرجة الحرارة. يبقى أنا عندي هنا ليه الإنزيم ما اشتغلش؟ ممكن يكون الوسط غير مناسب من حيث ال pH بتاعه اللي هو الأس الهيدروجيني. أنا عارف إن البيبسين بيشتغل في وسط حامضي، فممكن يكون هنا الوسط غير مناسب، درجة الحموضة أو درجة القلوية بتاعته غير مناسبة.
ممكن تكون درجة الحرارة، يعني ممكن الإنزيم ده أصلا يكون حصل له إيه؟ حصل له اللي هو التمسك، إن هو اتسخن لدرجة خلته غير صالح للاستخدام، مبقاش شغال. تمام؟ يبقى هنا الظروف غير مناسبة. طب غير مناسبة اللي هي إيه؟ اللي هو البي اتش ودرجة الحرارة. تمام؟ تعالى السؤال رقم 5، يعرف إيه بأنه الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل الكيميائي في جسم الكائن الحي؟ معلش أنا خطأ الكتابي أصلحه. تمام، يبقى ايه هو الحد الادنى من الطاقه اللازم لبدء التفاعل الكيميائي في جسم الكائن الحي؟ هل هي طاقه الحركه ولا طاقه التنشيط ولا درجه الحراره المثلى ولا ادينوسين ثلاثي الفوسفات؟ مين فيهم هو الحد الادنى من الطاقه اللازم، معذره، هو الحد الادنى من الطاقه اللازم علشان جسمك يبدا في التفاعل الكيميائي؟ احنا خدنا ان الايض في عندي هدم وبناء وعندي حد أدنى من الطاقة كان اسمه إيه بقى؟ هل هي طاقة الحركة ولا طاقة التنشيط ولا درجة الحرارة المثلى ولا أدينوسين ثلاثي الفوسفات؟ يبقى طاقة التنشيط. جميل، يبقى الإجابة عندي هنا هتبقى طاقة التنشيط. طيب السؤال اللي بعده، في التجربة اللي قدامي بيقول لي ما تفسيرك لعدم تغير لون القطعة الوسطى من ورقة؟ تعالى أقول لك إيه اللي حصل قدامك هنا. خلينا نبتدي من عند الورقة دي. إيه اللي حصل؟ جبنا ورقة شجر، بيقول لك هنا ستارش فري يعني ما فيهاش أي نشا، وبعدين راح لازق عليها حتة بلاك بيبر، ورقة سودة كده لزقها عليها وعرضها للشمس وخلاها تعمل عملية بناء ضوئي، وبعدين حطها في كحول مسخن علشان يوقف كل العمليات الحيوية، وبعدين أضاف عليها اليود، صبغة اليود، فلقى إن الأطراف الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت اتلون باللون اللي هو البلو بلاك اللي هو الأزرق الغامق، لكن القطعة اللي في النص دي فضلت باللون الأخضر. في التجربة دي إيه تفسيرك إن القطعة اللي في النص دي اللي كان عليها الورقة السوداء فضلت باللون الأخضر؟ ده كتابة ما فيهوش اختيارات. ليه الجزء ده من ورقة الشجر ما تغيرش لونه؟ طيب الجزء اللي إحنا غطيناه من ورقة الشجر ما عملش عملية البناء الضوئي، وبالتالي ما تكونش السكريات، وبالتالي ما خزنهاش وصورة نشا، ولما حطينا اليود الجزء اللي هو عمل عملية بناء ضوئي وكان يحتوي على السكريات اللي اتخزنت في صورة نشويات هو اللي ادى اللون الأزرق. يبقى باختصار أنا ممكن أقول إن القطعة الوسطى دي لم يتغير اللون لعدم احتوائها على نشا، ما عملتش بناء ضوئي، ما كونتش سكر، ما خزنتوش، ما فيش نشا، فصبغة اليود إيه؟ ما أثرتش. يبقى أنا عندي هنا أبسط تفسير عدم احتوائها، علشان سيبك من كل التجربة اللي هو حكاها، الجزء اللي بقى لونه ازرق غامق بوجود صبغه اليود ازرق ليه؟ في نشا. الحته اللي ما زرقتش ليه؟ ما فيش نشا. بس كده اجابه في ابسط صوره، اللي لونه اتغير صبغه اليود فيه للون الازرق الغامق يدل على وجود نشا، الجزء اللي ما اتغيرش فيه اللون يدل على عدم وجود نشا نتيجه ان الجزء ده لم يقم بعمليه البناء الضوئي. تمام، طيب تعالى اللي بعده، تتكون البروتينات من وحدات أصغر تسمى البروتين. إحنا اتفقنا الأول إن أنا عندي الجزيئات البيولوجية الكبيرة بتتكون من مونومرات، فكل جزيء من الأربعة اللي إحنا درسناهم كربوهيدرات بروتين لبيدات والأحماض النووية اتفقنا إن هي ليها مونومرات. فأنا بسألك البروتين هنا الوحدات الأصغر بتاعته اللي هي المونومرات، هل هي الأحماض الدهنية ولا الأحماض النووية ولا الأحماض الأمينية؟ ها إحنا في سؤال رقم 7، فالإجابة هي الأحماض الأمينية، فأحسنتم ربنا يكرمكم يا رب. طيب هنا بيقول لي للكشف عن السكر في البول يمكن استخدام كاشف إيه؟ للكشف عن السكر في البول يمكن استخدام كاشف إيه؟ بنديكت ولا سودان ولا بيرت ولا يود؟ تمام، إحنا خلاص متفقين إن هو بنديكت، بس إحنا عايزين نعرف بقى إشمعنى بنديكت؟ أنهي نوع من السكر؟ أكيد سكر أحادي اللي هو اللي هينزل في البول هيكون جلوكوز، عشان كده الكاشف المناسب ان انا استخدمه هيكون هو بنديكت. تمام جدا، طيب تعالى اللي بعده، تشكل البيدات حوالي كام في المية من المواد الداخلة في تركيب الخلية؟ سؤال مباشر، هتفتح الكتاب هتلاقي الإجابة بتاعته. طبعا انت داخل الامتحان اوبن بوك، هتقدر ان انت لو فتحت الجزء بتاع البيدات هتلاقي في اول جزئية خالص، البيدات بتمثل كام في المية من المواد الداخلة في تركيب الخلية؟ مش محتاجة طبعا، هما 5%. ده سؤال هتلاقيه مباشرة أول ما تفتح الكتاب عند جزء البداية. طبعا أنت هيتم تسليمك ورقة مفاهيم كمان هيبقى معاك كل اللي أنت محتاجه وأنت داخل الامتحان. تعالى هنا السؤال اللي قدامي، سؤال رقم 10،
الشكل اللي قدامي انا عندي قطعتين من البطاطس، واحده محطوط عليها صبغه اليود وتحول لونها للون الازرق، والتانيه ما تحولش اللون بتاع صبغه اليود. تمام، فانا بقول لك هنا عند اضافه صبغه اليود لقطعتي بطاطس احدهما تحول لونها تحول لون صبغه اليود الى اللون الازرق الغامق، بينما القطعه الاخرى لم يتغير اللون. ايه تفسيرك لو انا جبت قطعتين بطاطس وحطيت عليهم صبغه يود، واحدة لونها اتغير والصبغة بتاعة اليود اتحول اللون بتاعها إلى اللون الأزرق الغامق، والتانية اللون ما اتغيرش، تعتقد إيه اللي حصل؟ ها، إيه تفسيرك؟ إيه تخيلك؟ مش لازم حتى يعني تخيل كده، إيه اللي ممكن يكون حصل خلى قطعة البطاطس لون صبغة اليود عليها ما تأثرش؟ أنا عارف إن البطاطس مخزنة نشا، ولما أحط عليها صبغة اليود المفروض إن اللون يتحول للون الأزرق الغامق، فالقطعة اللي اتحول فيها اللون تمام، طب القطعة اللي اللون ما اتحولش فيها ده دليل على إيه؟ ها ماشي، طب هو البديهي ان قطعة البطاطس يكون ما فيهاش نشا؟ لا، يبقى اكيد في حاجة حصلت يا فاطمة. الشرح هتلاقيه على اليوتيوب في القناة بتاعة الوزارة، هتلاقي كل الفيديوهات اللي فاتت موجودة. دلوقتي قطعة البطاطس الطبيعي ان هي فيها نشا، فالطبيعي ان لما احط صبغة اليود يتحول لون اللون الازرق، معنى ان انا لما احط صبغة اليود واللون ما يتغيرش، مش ان مفيش نشا، مفيش بطاطس هقول مفيهاش نشا، ها يبقى اكيد في حاجه حصلت. فانا بسأل بقى، تتوقعي ايه الحاجه اللي حصلت خلت صبغه اليود ما تديش نتيجه ايجابيه، ما تديش اللي هو اللون الكحلي او اللون الاسود او اللون الازرق الغامق اللي بيدل على وجود النشا؟ ها خليني اقول لك اجابه ياسا. ياسا كانت الاجابه بتاعته لوجود انزيم الاميليز. احنا عارفين ان انت من تلاقي يبدا هضم النشويات في الفم، صح، لوجود انزيم اللي هو التيالين او الاميليز اللي موجود في الفم، وانت خدتها في جزء الانزيمات، يبقى ايه المانع ان قطعه البطاطس دي اتحط عليها انزيم هضم النشويات اللي فيها وكسر النشويات اللي فيها، فعند وضع صبغه اليود ما كانش فيه نشويات. هو انا معاك، واه ما كانش فيه نشويات، بس انا كنت عايزاك تقول لي ايه المبرر، ايه اللي خلى ما فيش نشويات. فاجابه ياسا إجابة ممتازة، قال لك كان في إنزيم الأميليز هضم النشويات، فلما حطيت صبغة اليود ما أثرتش. يبقى هنا كانت إجابته باختصار، قال لك لوجود إنزيم هاضم للنشويات اللي هو الأميليز. طيب على نفس الوتيرة قدامي الثلاث عينات دول، وبقول لك أي العينات الثلاثة يوضح نتيجة سلبية مع صبغة اليود، A ولا B ولا C، مين في دول نتيجة سلبي مع صبغة اليود؟ A ولا B ولا C؟ سلبي يعني مفيش، يعني ما اداش النتيجة المطلوبة. يبقى أنا عندي هنا، هو إمتى صبغة اليود تكون اشتغلت؟ لما يتحول لونها من اللون اللي هو البرتقالي الداكن للأزرق الداكن أو الغامق، اللي هي إيه ديت؟ دي معناها إن في نشا وإن صبغة اليود اشتغلت، لكن سي هي اللي بتدل على إن صبغة اليود ما اشتغلتش. يبقى مين اللي بيدي نتيجة سلبية مع صبغة اليود؟ هتبقى الإجابة سي. أحسنتم. طب تعالى اللي بعده، طبيب تغذية اللي هو بتاع الدايت نصح أحد المرضى بالتوقف عن تناول الكربوهيدرات تماما بكل أنواعها، ليه؟ يلا حط نفسك بقى، أنت كده دكتور دايت، جالك حد كده عايز يخس، فأنت قلت له بص إحنا هنجرب أول حاجة نوقف كل الكربوهيدرات بكل أنواعها، ما تاكلش ولا عيش ولا رز ولا مكرونة ولا سكر ولا أي حاجة، ليه بتنصحه نصيحة زي دي؟ إيه رأيكم؟ ممكن يكون نصحه نصيحة زي دي ليه؟ لا ما احنا عارفين، ما هو اكيد راح يقاس عند دكتور التغذيه عشان تخين عايز يخس، هو بقى الدكتور قال له يوقف كربوهيدرات ليه؟ وانا طالع قدامي الاسم ذا، بس انا مش عارف الاسم ايه، هيحد من السمنه. بمعنى دلوقتي انت لو برضه فتحت الكتاب بتاعك على الدرس بتاع الليبيدات، هتلاقي كده اول حاجه بيقول لك ان الليبيدات مصدر كبير للطاقه اكبر من الكربوهيدرات، ولكن جسمك مش هيروح يكسر في الليبيدات ويطلع منها طاقه الا في حال ان مفيش اي كربوهيدرات داخله للجسم. يعني طول ما في كربوهيدرات داخله للجسم، سكر، عيش، رز، مكرونه، الحاجات دي كلها هيفضل جسمك بيعتمد عليها كمصدر للطاقه ويخزن في الدهون. تمام كده، فمعنى ان انا عايز الجسم يحرق من الدهون لازم اوقف او امنع عنه الكربوهيدرات. يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ علشان اجبر الجسم او لتوجيه الجسم لاستهلاك مخزون الدهون. تمام، وهتلاقي الاجابه عندك برضو لو فتحت الكتاب بتاع المدرسه، هتلاقي الكلام موجود عندك في أول جزء خالص في الليبيدات. تمام، يبقى مش عشان السكريات الأحادية والكلام، ولا ما هو أكيد عشان يخلص. تمام،
يبقى الفكرة كلها إن الجسم ما بيلجأش لاستخدام الدهون أو لهدم الدهون أو استخراج الطاقة من الدهون إلا في غياب الكربوهيدرات. يبقى هو نصح النصيحة دي ليه؟ علشان يجبر الجسم على تكسير الدهون أو هدم الدهون. تمام؟ وطبعا هي دي طريقة مش كويسة قوي، لأن هي بعد كده النواتج بتاعت هدم الدهون بتبقى حاجات ليها تأثير سلبي على الجسم. تعالى هنا، عدد ذرات، سؤال رقم 13، عدد ذرات الأكسجين في السكر الداخل في تكوين نيوكليتيد الدي إن إيه. ركز بقى كده بالراحة، عدد ذرات الأكسجين في السكر اللي داخل في تكوين نيوكليتيد الدي إن إيه، هل 4 ولا 9 ولا 10 ولا 5؟ طيب عشان أحل السؤال ده أبتدي أسأل نفسي، هو إيه نوع السكر اللي موجود في النيوكليتيدة؟ احنا عارفين ان السكر اللي موجود في النيوكليوتيدات اللي هو ايه؟ سكر خماسي الريبوز. بس انا هنا قال لي دي ان ايه، وانا عارف ان الريبوز بتاع الدي ان ايه ماله، هو اصلا دي ان ايه عشان هو ديوكسي، بيبقى سكر خماسي منقوص الاكسجين، ناقص عنده اكسجينه. طب ارجع للصيغه اللي احنا قلنا عليها، مش احنا قلنا ان احنا عندنا الصيغه العامه CH2ON؟ طيب انا عندي 5 كربون، المفروض يكون عندي 5 اكسجين، بس انا عارف ان الدي ان ايه هينقص منه اكسجينه، يبقى انا عندي كام اكسجينه؟ يبقى عندي 4. تاني جت منين؟ انا عارف ان النيوكليوتيده اللي بيدخل في تركيبها السكر الخماسي، سكر ريبوز شوجر، سكر ريبوزي، فانا عندي هنا ده دي ان ايه، ما دام دي ان ايه يعني السكر الخماسي هنا يبقى ناقص اكسجينه. طيب سكر خماسي يعني 5 كربون 5 اكسجين، وبما اني بتكلم عن دي ان ايه يعني ناقص كمان اكسجينه، يبقى انا بتكلم في كام؟ في 4. تمام؟ طيب تعالى اللي بعده، بقول لك هنا الصورة المخزنة للكربوهيدرات، الكربوهيدرات في هذا الجزء، جايب لي ورقة شجر ومعلم على حتة فيها وبيقول لي في صورة مخزنة للكربوهيدرات في الجزء ده، هل هو الجلوكاجون ولا الجلايكوجين ولا النشا؟ ورقة شجر هيبقى جواها جلوكاجون ولا جلايكوجين ولا نشا؟ سؤال رقم 14، الصورة المخزنة للكربوهيدرات في الجزء ده اللي هو في ورقة الشجر، هل هو جلوكاجون ولا جلايكوجين ولا نشا؟ إيه طيب بصي أحمد، جلايكوجين الصورة المخزنة في الإنسان والحيوان في الكبد والعضلات، لكن ما دمت بتكلم عن نبات يبقى نشا. تمام؟ يبقى أنا عندي الإجابة هنا، ما دام نبات يبقى أنا بتكلم عن نشا. تعالى سؤال 15، أي الصيغة التالية تعتبر سوري تعتبر الصيغة العامة للكربوهيدرات؟ مين في دول هي الصيغة العامة الصحيحة للكربوهيدرات؟ احنا اتفقنا كربو هيدرات يعني عندي كربون وجزيء ميه اللي هو CH2O N، حلتها لك، يبقى هي انهي؟ يبقى هي دي. طيب تعالى 16، يتكون مين باستبدال الحمض الدهني الثالث بمجموعتي الفوسفات والكولين؟ اللي عنده فوسفات وكولين يبقى ده مين؟ هل الليبيدات المشتقة ولا الليبيدات البسيطة ولا الليبيدات المعقدة؟ سؤال رقم 16، يتكون مين باستبدال الحمض الدهني الثالث بمجموعتي الفوسفات والكولين؟ يبقى انا عندي الليبيدات مين؟ المعقده اللي هو الفوسفوليبيد. ممتاز. طيب 17، يتغير لون صبغه اليود من اللون A للون A في وجود النشا. طيب فاكرين في الاول لما احنا قلنا ان الاجابات لما تكون عندي كده اللي هو الدايره دي تبقى اجابه واحده صحيحه، لو دوسنا هنا هنلاقي ان اجابه واحده اللي بيتم اختيارها. تمام؟ لكن لو بصيت هنا هتلاقي ان انت في عندك اكتر من اجابة يتم اختيارها. خلي بالك ان ساعات هنا كده لما يكون في اكتر من اجابة صحيحة، لو انت اخترت واحدة بس ممكن اجابة السؤال كلها تطير، مش هتاخد نص درجة، فلازم تخلي بالك. الشكل كده المربع اللي قدامي ده معناه ان في اكتر من اجابة صحيحة، وهو حتى هنا مديني اختيارين اصلا. يبقى بيقول يتغير لون صبغة اليود من اللون A للون A في وجود النشا، يبقى انا في عندي اجابة واحد واجابة اتنين، فها قولوا لي واحد كذا واتنين كذا. تمام، صبغة اليود في اللون في العادي هيبقى لونها اللي هو البرتقالي، وهتتحول بعد كده في وجود النشا إلى اللون الأزرق الداكن. تمام، يبقى هختار واحد اللي هو اللون البرتقالي، اتنين اللي هو الأزرق الداكن. طيب سؤال 18، بيقول لي من أمثلة اللبيدات المعقدة لسه قايلينها، هل الكوليسترول، هل الشموع، هل الزيوت، هل الفوسفوليبيدات؟ الليبيدات المعقدة اللي معاها مجموعة الفوسفات والكولين، يبقى الفوسفوليبيد. جميل.
طيب سؤال 19 بيقول لي جميع الجزيئات العضوية تحتوي على ذرات الكربون، جميع الجزيئات التي تحتوي على ذرات كربون جزيئات عضوية. هل العبارة الأولى فقط هي الصحيحة؟ هل العبارتين خطأ؟ هل العبارة الثانية فقط هي الصحيحة؟ هل العبارتين خطأ؟ ها تمام. طيب يبقى أنا عندي هنا بيقول لي جميع الجزيئات العضوية تحتوي على ذرات الكربون، جميع الجزيئات التي تحتوي على ذرات الكربون هي جزيئات عضوية. ايه رأيك؟ هل الجملتين صح؟ هل الجملتين غلط؟ هل الأولى بس هي اللي صح ولا التانية بس اللي صح؟ احنا اتفقنا ان انا عندي الجزيئات في منها عضوية وفي منها الغير عضوية. طيب العضوية بتحتوي على ذرة الكربون، يبقى كل الجزيئات العضوية تحتوي على ذرة الكربون، العبارة دي صحيحة. طيب الجملة التانية بتقولي ان كل الجزيئات اللي فيها كربون عضوية. طب هو اي جزيء فيه كربون هيبقى عضوي؟ لا. يبقى أنا عندي العبارة الأولى فقط هي اللي صحيحة. تمام. طيب تعالى السؤال اللي بعده. التركيب اللي قدامي ده، الشكل اللي قدامي ده بيمثل حمض نووي ولا حمض دهني ولا حمض أميني؟ سؤال رقم 20. يبقى الشكل اللي قدامي ده أنا عندي الكربونة ماسكة في هيدروجين، ماسكة في الار جروب، ماسكة في الأمين، مجموعة الأمين ومجموعة الكربوكسيل، يبقى أنا أكيد بتكلم عن حمض أمين. طيب السؤال اللي بعده، أي من المركبات التالية ينطبق عليها الفواصل دي؟ أنا بقول إن هو لا يذوب في الماء والوزن الجزيئي بتاعه عالي. هل ده الفركتوز ولا السلوز ولا السكروز ولا المالتوز؟ سؤال 21. ها سؤال 21، مين اللي بينطبق عليه الصفات دي؟ لا يذوب في الماء، ها لا يذوب في الماء وله وزن جزيئي عالي، يبقى ده مين؟ يبقى أنا عندي السليلوز. 22، يتكون جزيء السكروز من السكروز يتكون من ايه؟ هل جلوكوز وفركتوز ولا 2 جزيء جلوكوز ولا جلوكوز وجالاكتوز؟ سؤال 22، يبقى انا عندي السكروز هيبقى جلوكوز وفركتوز. طيب سؤال 23، ينتج مين من تفاعل احماض دهنية غير مشبعة مع جليسرول؟ لما اقول لك غير مشبعة، الاحماض الدهنية غير مشبعة، يبقى أنا بتكلم في شموع ولا زيوت ولا دهون؟ سؤال رقم 23، لما أقول لك إن أنا عندي الحمض الدهني غير مشبع يبقى أنا بتكلم في إيه؟ تمام يا ندى، تمام يا حسن، إذا أحسنتم، يبقى أنا بتكلم في زيوت. ما دام قلت إن هو غير مشبع يبقى زيوت. أي من يلي يمثل مصدر مباشر للطاقة؟ مين اللي هاخد منه الطاقة مباشرة زي ما هو كده؟ هل الجلوكوز ولا اللبيدات ولا الـ ATP؟ سؤال 24، مصدر مباشر للطاقة، مصدر مباشر للطاقة، يبقى أنا عندي هنا مدام قال لي مصدر مباشر يبقى أنا عندي هنا مدام مصدر مباشر يبقى ATP. طيب تعالى اللي بعده، جزيء سكر الريبوز عنده كام ذرة هيدروجين؟ ارجع للصيغة، احنا اتفقنا ان CH2O، فأنا هنا بتكلم في سكر الريبوز يعني سكر خماسي، يبقى عندي كام هيدروجين؟ 5، 10 ولا مقدرش أحدد؟ سؤال 25، 5 ولا 10 ولا ما اقدرش احدد؟ احنا قلنا CH2O، ما دام انا قلت CH2O يبقى انا عندي الهيدروجين ضعف عدد الكربون، فانا عندي هنا سكر ريبوز خماسي، يبقى انا عندي كام هيدروجين؟ 10. طيب الشكل اللي قدامي، الشكل ده اتكسر بقى الاتنين دول وابتدى يطلع عندي ميه وثاني اكسيد كربون و ATP، اللي حصل ده أكسدة ولا تحلل مائي ولا تنفس خلوي ولا بلمرة؟ كان عندي الجزيء ده اتكسر الشكل ده وطلع لي مية وثاني أكسيد الكربون و ATP، اللي حصل قدامي ده هل ده أكسدة ولا تحلل مائي ولا تنفس خلوي ولا بلمرة؟ ها هفكرك تاني إن في أكتر من إجابة صحيحة بالمنظر ده. طيب يبقى أنا أقدر أقول إن ده أكسدة ما دام طلع ATP وتحلل مائي عشان هو اتكسر، تمام، واقدر كمان اقول ان في تنفس خلوي. طيب تعالى اللي بعده، استخدم كاشف سودان 4 في الكشف عن اللبيدات، ليه بستخدم كاشف سودان في الكشف عن اللبيدات؟ ليه بستخدم كاشف سودان 4 في الكشف عن اللبيدات؟ هو كاشف سودان 4 بيدوب في اللبيدات وبيدي اللون الأحمر اللي بيدل على وجود اللبيدات، عشان كده بيستخدم في الكشف عن وجودها. خلاص طيب بقية الأسئلة هتكون موجودة معاكم في اللينك اللي احنا شاركناه في الأول، تقدروا تدخلوا على التدريبات وتحلوها أكتر من مرة مفيش مشكلة.
وهيتم التعديل على الأخطاء الكتابية اللي كانت موجودة. تمام، هجيب لكم السلايد تاني اللي كان فيها اللينك. اللينك كده كده موجود في الشات هنا، تقدروا ترجعوا له. تمام، احنا كده وقتنا النهاردة خلص. قبل ان شاء الله الحصة الجاية هيبقى معانا مراجعة ليلة الامتحان ساعة كاملة من الأسئلة بإذن الله ملمسوها. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.